وكالة الإعلان الفرنسية بوبليسيس حذرت من أنه سيكون من الصعب جدا تلبية الهدف السنوي المتمثل في نمو المبيعات العضوية بنسبة 4% بسبب التباطؤ في الربع الثاني كانعكاس جزئي لفشل الاندماج مع أومنيكوم في أيار مايو. نمو المبيعات العضوية انخفض إلى 15 نقطة من 3.3% في الربع الأول دون توقعات المحللين، مع نمو في أمريكا الشمالية لا يكفي لتعويض الضعف في أوروبا وتباطؤ الصين والهند. أسهم بوبليسيس انخفضت 6% وهو أدنى مستوياتها منذ آب أغسطس من العام الماضي بعد شهر من الاندماج الفاشل مع أومنيكوم.